بسم الله الرحمن الرحيم. تحدثنا في اللقاءات السابقة عن الاستقلال وأنواعه، ثم وصلنا إلى مفهوم الاستقراء وأنواعه، ومن الأنواع اللي تكلمنا عنها الاستقراء التام والاستقراء الناقص أو الاستقراء غير التام، ثم الاستقراء بالمشابهة، واليوم سنتكلم عن الاستقراء التجريبي العلمي التجريبي أو بين قوسين الاستقراء العلمي. الاستقراء العلمي يعتمد الباحث في مجال العلم التجريبي على الملاحظة والتجربة، لأن التجربة تزود العلم بالأساس المادي الذي يوضح وجهة نظر الباحث فيما يتعلق بما سبق له أن لاحظه من الوقائع، ويعتبر أو يعتبر المناطق الملاحظة والتجربة بمثابة الأسس المادية للاستقراء. إذن قلنا في مجال العلم التجريبي يقوم أو يعتمد هذا المجال، أو الباحثين في هذا المجال يعتمدون على الملاحظة والتجربة. وليش؟ لأن التجربة تزود الإنسان أو تزود الباحث بالأساس المادي اللي يوضح وجهة نظره، ويعتبر أهل المنطق أن الملاحظة والتجربة بمثابة الأسس المادية المحسوسة الملموسة للاستقراء. لكن مجرد الملاحظة لا يعني بالضرورة وجود نظرية محددة تفسر الظاهرة. ما لم تتم دراسة العلاقات بين أجزاء الظاهرة بواسطة العقل بالتفكير، ولا بد من وضع الفرضيات المناسبة ومحاولة التأكد منها لربط علاقة الظاهرة بغيرها من الظواهر. إذا رغم أهل المنطق أو علماء المنطق يعتبرون أن الملاحظة والتجربة هي الأساس المادي للاستقراء، لكن الملاحظة في حد ذاتها لا يعني بالضرورة وجود نظرية تفسر الظاهرة، إلا إذا توفرت دراسة للعلاقات بين أجزاء الظاهرة بواسطة إيش؟ بواسطة العقل أو بواسطة التفكير، الذي هو وسيلة من وسائل العقل الذي يوصل إلى، وبالتالي لابد أن يضع فرضيات، وهذه الفرضيات تحاول من الفرضيات نحاول أن نربط العلاقة أو أن نظهر العلاقة بين الظاهرة وغيرها من الظواهر. هناك العديد من الأمثلة على هذا النهج الذي يستخدمه العلماء في التوصل إلى القوانين العلمية من خلال المشاهدات والملاحظات الجزئية. فينتقلون من الحكم على حقائق مشاهدات مشاهدة إلى الحكم على حقائق غير مشاهدة، أي من الحكم على بعض أفراد الشيء إلى الحكم على جميع أفراده من الأمثلة العلمية على التفكير. إذن هذا النهج يستخدم العلماء في التوصل إلى القوانين من خلال ملاحظات
جزئية، فينتقلون من الحكم على حقائق مشاهدة إلى الحكم على حقائق غير مشاهدة، يعني من خلال بعض المشاهدات على بعض الأجزاء ننتقل إلى نحكم على الأجزاء كلها من خلال مشاهدة بعض الأجزاء. من الأمثلة العلمية على التفكير مثال، ما هي الأمثلة العلمية على التفكير؟ درست في علم الكيمياء أن درجة انصهار الفسفور هي 44 درجة. كيف توصل العلماء أو الكيميائيون إلى هذا التعميم أو تلك النتيجة؟ كيف توصل العلماء إلى أن درجة الفسفور أو انصهار الفسفور هي 44 درجة؟ نشوف كيف وصلوا إلى هذا التعميم أو تلك النتيجة. الجواب على هذا السؤال، لقد توصل علماء الكيمياء أو الكيميائيون إلى معرفة درجة انصهار الفسفور بطريقة استقرائية، أي عن طريق الاستقراء. حيث أخضعوا قطعا كثيرة من الفسفور للتجربة، وبعد إجراء العديد من التجارب وجدوا أن جميع القطع الفسفورية تنصهر عند درجة حرارة 44 درجة مئوية. ومن التجارب على عدد محدود من قطع الفسفور توصلوا إلى حكم عام، وهو أن جميع قطع الفسفور تنصهر عند درجة حرارة 44 درجة مئوية. إذن كيف توصل العلماء إلى معرفة أن درجة انصهار الفسفور 44 درجة مئوية؟ توصلوا عن طريق الاستقراء، فأحضروا أو جابوا قطعا من الفسفور للتجربة، أخضعوها للتجربة، وبعد إجراء العديد من التجارب وجدوا أن القطع اللي أحضروها تنصهر عند 44 درجة. ومن خلال هذه الملاحظة توصلوا إلى الحكم العام على جميع قطع الفسفور، وهي التي تنصهر على 44 درجة. هذا مثال على الطريقة الاستقرائية. طبعا هم ما جابوا كل الفسفور، وإنما جابوا قطعة صغيرة من الفسفور، ومن خلال هذه القطع التي انصهرت توصلوا إلى الحكم العام على جميع أفراد أو جميع قطع الفسفور، وهي تنصهر عند 44 درجة مئوية. المثال الثاني، النحاس فلز بالتسخين، والألمنيوم أيضا فلز يتمدد بالتسخين، والحديد فلز يتمدد بالتسخين. وإذا كانت الفلزات تتمدد بالتسخين، إذا كل الفلزات تتمدد بالتسخين من خلال ثلاث أنواع من المعادن التي تتمدد بالتسخين. توصلوا إلى أن كل الفلزات تتمدد، أو كل المعادن تتمدد بالحرارة أو بالتسخين. طيب،
خلي المثال قدامنا عشان نشرحه أيضا أكثر. في هذا المثال هناك ثلاث مقدمات، أخبرتنا هذه المقدمات عن عينة من الفلزات، وهي أو المعادن هي النحاس والألمنيوم والحديد، ولم تخبر هذه المقدمات عن باقي الفلزات أو باقي المعادن. ثم جاءت النتيجة اللي هي الرابعة، إذن كل الفلزات تتمدد بالتسخين. جاءت النتيجة بحكم عام على جميع الفلزات بغض النظر عن التأكد من النتيجة بالتجربة. لهذا فالاستقراء يعتبر ناقصا، ويعتبر الاستدلال صحيح من وجهة نظر أهل المنطق، أما الحكم على الاستدلال بالصواب أو غيره يترك الأمر للعالم المختص أو المتخصص. إذن المثال اللي ضربناه توي أو اللي قلناه إن هناك ثلاث مقدمات عن النحاس والألمنيوم والحديد، هذه المقدمات أخبرتنا أن هذه الفلزات أو المعادن تتمدد بالحرارة، لكنها لم تخبر عن باقي أنواع الحديد أو المعادن. جاءت النتيجة بحكم على أن جميع الفلزات بغض النظر عن التأكد بالتجربة. لهذا فالاستقراء كان هنا ناقص، ويعتبر الاستدلال صحيح من وجهة نظر أهل المنطق، لكن ما يختص بالصواب فهذا يترك للعالم. قوانين ميل في الاستقراء العلمي. طبعا هذا عالم له أو أوجد لنا قوانين لهذا الاستقراء أو لهذا النوع من الاستقراء. أحد الفلاسفة في القرن التاسع عشر إلى أن الفرد توصل، هذا ستيوارت وميل، وهو أحد الفلاسفة في القرن التاسع عشر، إلى أن الفرد يمكن أن يحمل تفسيرا علميا معينا، ولكن بشرط أن يؤدي الفرد إلى نتائج لا يتعارض مع قوانين الطبيعة المسلم بصدقها، ولا معارضا لقوانين الفكرة وتتفق نتائجه مع الوقائع أو الواقع. ويرى ميل أن الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي يفترض ما يلي. إذن أول حاجة بحكي أن الفرضية يجب أن تحمل تفسيرا علميا معينا، بشرط أن تكون هذه الفرضية تؤدي إلى نتائج لا تتعارض مع قوانين الطبيعة المسلم بصحتها، ولا معارضا ولا هذه الفرضية ولا تعارض قوانين الفكرة وتتفق نتائجه مع الوقائع. ويرى ميل أن الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي
يفترض ما يلي: زي الفرضية من وجهة نظر ستيوارت وميل أو ستيوارت، هو أن الفرضية يجب أن تحمل تفسيرا علميا، وهذا التفسير لا يعارض أو لا يتعارض مع قوانين الطبيعة المسلم بصحتها، ولا معارضا لقوانين الفكرة. ويرى ميل أن الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي يفترض ما يلي: انتظام الظواهر الطبيعية، ويقصد بذلك أن الطبيعة محكومة بقوانين عامة، ولأن الظواهر الطبيعية لا يمكن أن تحدث عشوائيا، وأن الغاية من الاستقراء هي في اكتشاف العلاقة السببية بين الظواهر ومعرفة القوانين التي تتحكم في الطبيعة. ميل يرى أن الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي يفترض ما يلي: أولاً، هذا افتراض طبعاً، وهذه مسلمات انتظام الظواهر الطبيعية، ويقصد بانتظام الظواهر الطبيعية أن الطبيعة محكومة بقوانين عامة، ولأن الظواهر الطبيعية لا يمكن أن تحدث عشوائياً، وأن الغاية من الاستقراء هي اكتشاف العلاقة ومعرفة القوانين التي تتحكم في الطبيعة. إذن الأساس الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي يفترض أولاً انتظام الظواهر الطبيعية، والمقصود بأن هذه الظواهر محكومة ولا تحدث بشكل عشوائي، وغاية الاستقراء أو الهدف من الاستقراء هو اكتشاف العلاقة بين العلاقة السببية بين الظواهر، وأيضاً معرفة القوانين الطبيعية التي تتحكم في الطبيعة. الافتراض الثاني هو القانون العام للسببية، وينص هذا القانون نص على أن لكل معلول نتيجة توجد على سبب ثابتة، لكل ظاهرة، على أساس أن الظواهر هي الطبيعة التي ترتبط بانتظام القانون العام للسبب. هذا الافتراض الثاني الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي هو أن لكل معلول نتيجة توجد على سبب ثابتة، لكل ظاهرة، على أساس أن الظواهر بالطبيعة ترتبط بانتظام لاكتشاف العلاقة السببية وانتظامها بين الحالتين أو بين الحالات والظواهر، ولا بد من بحوث تجريبية لإثبات مدى ارتباط العلة بالمعلول.
الأساس من وجهة نظر ميل، الذي يقوم عليه الاستقراء العلمي هو افتراضان. الافتراض الأول أو الفرضية الأولى هي انتظام الظواهر الطبيعية، وقلنا عنها أن هذه الظواهر محكومة بقوانين، وهذه القوانين عامة، وهذه الظواهر أيضا لا يمكن أن تحدث بشكل عشوائي. والغاية من الاستقراء هو اكتشاف العلاقة السببية بين الظواهر ومعرفة القوانين التي تتحكم في الطبيعة. والفرضية الثانية اللي هي مرتبط بالفرضية الأولى، القانون العام للسببية، وينص على أن لكل معلول نتيجة توجد على سبب ثابت، لكل ظاهرة على أساس أن الظواهر هي الطبيعة. الظواهر في الطبيعة ترتبط بانتظام لكي أو لاكتشاف العلاقة السببية وانتظامها بين الحالات والظواهر، لكن لابد من بحوث تجريبية لإثبات مدى ارتباط العلة بالمعلوم. أو ارتباط السبب بالنتيجة بالسبب. قوانين ميل في الاستقراء العلمي، أولا طريقة الاتفاق أو التلازم في الوقوع، طريقة الاختلاف، طريقة جمع الاتفاق والاختلاف، طريقة البواقي، ثم طريقة الاقتران في التغير. قلنا الاستقراء التجريبي والاستقراء العلمي، وفي مجال العلم أو العلم يقوم على الملاحظة والتجربة، ذلك لأن التجربة تزودنا بالأساس المادي الذي يوجه وجهة نظر الباحث. وأهل المنطق أو علماء المنطق يروا أن الملاحظة والتجربة هي الأسس المادية أو تمثل الأسس المادية للاستقراء، إلا أن الملاحظة، ناخد بالنا من الملاحظة، لا يعني بالضرورة وجود نظرية تفسر الظاهرة، وجود نظرية محددة أو واحدة، ما لم تتم دراسة العلاقة بين أجزاء الظاهرة بواسطة العقل بالتفكير. ولا بد من وضع الفرضيات المناسبة ومحاولة التأكد منها لربط علاقة الظاهرة بغيرها. وجبنا مثال على النهج العلمي الذي يستخدمه العلماء في التوصل إلى القوانين من خلال بعض المشاهدات والملاحظات الجزئية، وينتقلون من هذا البعض إلى الكل في الحكم على ما يروه أو ما يشاهدوه على هذا البعض، أي الانتقال من الحكم على حقائق مشاهدة أو بعض الحقائق إلى حقائق غير مشاهدة، أي الحكم على بعض الأفراد الشيء إلى الحكم الكلي على جميع الأفراد. ومن الأمثلة العلمية هو مثال انصهار الفسفور 44 درجة إلى درجة 44 درجة، وجاءوا شوية قطع، ثم من خلال هذه العملية وتم التوصل إليها بطريقة الاستقراء. المثال الثاني على المعادن، وقلنا اللي جابه إنه شافوا المعدن الحديد يتمدد بالحرارة والنحاس يتمدد بالحرارة
والألم منفذ بعد ثم وصلوا إلى أن الحكم أنه من خلال هذه المقدمات الثلاثة، إذن كل الفلزات أو كل المعادن تتمدد بالحرارة أو بالتسخين. لهذا فالاستقراء يعتبر ناقص ويعتبر استدلال صحيح من وجهة نظر، أما ما يكون الاستدلال صائب أو غير صائب فهذا متروك للباحث أو للعالم. وهناك قوانين في الاستقراء العلمي، وهذه القوانين الاستقراء العلمي يقوم الأساس الذي يقوم على الاستقراء العلمي هذا اللي هو القوانين، أو تفسر أو توصل إلى أن ستيوارت توصل إلى أن الفرض أو الفرضية يمكن أن تحمل تفسيرا علميا، لكن بشرط أن تؤدي النتائج إلى شيء لا يتعارض مع قوانين الطبيعة. وعلى ذلك فالأسس التي يقوم عليها الاستقراء العلمي أساسين أو أساسين أساس انتظام الظواهر الطبيعية، وقلنا عنها إن هذه الظواهر لا يمكن تحدث عشوائيا وهي محكومة بقوانين، وغاية الاستقراء واكتشاف العلاقة السببية ثم الفرضية الثانية القانون العام للسببية، وينص أن لكل معلول نتيجة توجد على سبب ثابتة لكل ظاهرة، وعلى أساس أن هذه الظواهر الطبيعية ترتبط بانتظام لاكتشاف العلاقة السببية وانتظام. إن شاء الله في اللقاء القادم سنتكلم بشكل مفصل عن قوانين مل في الاستقراء العلمي. يعطيكم العافية.